اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة بنتكلم فيها بعد اخر حلقة كنا اتكلمنا عن السكيلز، الميجرمنت سكيلز. الحلقة اللي فاتت على طول تناولنا فيها الكلام عن الميجرمنت سكيلز، وكانوا 4: النومينال، اوردينال، انترفال، وريشيو. وده كان في جزء من كلامنا عن الميجرمنت للفاريبلز، سواء كانت الفاريبلز دي كوانتيتيف او كوانتيفايبل او كواليتيتيف، وكل ده برضو في إطار حديثنا عن الريسيرش ديزاين. احنا دلوقتي في منطقة جديدة من الساينتفك ريسيرش ديزاين بنتكلم فيها عن الديتا كولكشن ميثودز ولا سورسز. طيب هنا بقى الديبيت او هنا الديسكشن اللي هنتكلم فيه النهاردة. كتير من الكتب وكتير من الريفرنسز وهي بتشرح بشكل عادي بشكل غير معمق شوية بتتبادل الكي ووردز الخاصه ب ميثودز سورسز، فتقول داتا كولكشن ميثودز، داتا كولكشن سورسز، داتا كولكشن تكنيكس، داتا كولكشن تولز. فترى يا ترى هي سورسز ولا ميثودز ولا تكنيكس ولا تولز، وايه الفرق ما بينهم؟ هل هي مجرد كلمات واسماء مرادفات ولا هي اكتر اقرب لترمينولوجي؟ طيب فالحلقة دي مركزة في الشرح الفروق دي كلها وتعرفها وامتى استخدمها. برضو لو جينا تناولنا اي كتاب من كتب الريسيرش ميثودز لما بيجي يتكلم في المنطقة دي هيقول كلام عن الديتا. ديتا ولا انفورميشن؟ هيذكر الكلام اللي اتكلمنا فيه وقت ما اتكلمنا عن الليترتشر ريفيو، الانفورميشن والديتا السكندري والبرايمري. فتعالوا نتفق من الاول انه في كلامنا واحنا بنتكلم على الديتا كولكشن، خلينا نقول ديتا كولكشن بس، يعني هي ديتا كولكشن. هنعمل ايه بقى في الديتا كولكشن؟ نتفق. طيب اولا من حيث النوع، الله، هو في كمان نوع؟ في نوع الحقيقه. يعني ايه نوع؟ يعني كايند ولا تايب؟ الحقيقه الاثنين. فتعالوا نبدا مع بعض بان احنا نراجع الاسماء دي كلها، واحنا بنراجعها هنشرح الجزء ده من data collection sources methods techniques tools technologies كمان والdata types ولا kinds. طيب فتعالوا نبدأ مع بعض جزء جزء. اول جزء هنا نتفق الاول ان لما نيجي نتكلم على الداتا الحقيقة الداتا انواع. طب يعني ايه انواع؟ اتفقنا على تقسيمين كبار، نوع اسمه kind، انا بتكلم هنا على terminology باللغة الانجليزية. هو النوع يعني يا جماعة، فكرة النوع دي بنتناولها ازاي؟ فكرة النوع بنقول دايما لما تيجي تقسم حاجة انواع قسمها على تركيبتها، يعني المكونات بتاعتها ازاي اتكونت، هي مكونة من ايه، والوظيفة اللي بتؤديها، يعني الدور اللي بتؤديه. فدايما لما تيجي تشوف تركيبات مثلا الكائنات، ممكن نتكلم على كائنات حية وكائنات غير حية. الكائنات الحية نقسمها هي كمان أنواع، أما نقسمها أنواع نتفرع لأنواع أخرى. الشجرة اللي بتتفرع منها الأنواع دي عندنا فيما يخص الديتا، هنا فيما يخص الديتا دي مستويين عشان نبسط دلوقتي. المستوى الأول من الأنواع سميناه كايند أو سمي كايند، اتفقنا نسميه كايند على اعتبار إن ده أول ليفل من أنواع الديتا، وبينقسم إلى نوعين كبار. نوع اسمه quantitative، ده رمز للquantitative، وqualitative ده رمز لكلمة qualitative. يعني ايه quantitative kind of data؟ quantitative kind of data يعني data اتجمعت بشكل رقمي، جمع وطرح وقسمة، زي ما اتكلمنا بقى عن ال data او types of investigation، وكنا اتكلمنا فيها في الحلقة الخاصة بال theoretical framework و research designs، وقلنا ان الاستاتستكس بتتقسم لثلاث مكونات كبيره: ديسكريبتيف وكوريليشنز انفرنشال يعني ومالتي فاريت. كل دي طرق كميه علشان نتعامل فيها مع الداتا، تتجمع وتطرح وتتقسم وتتعمل كوريليشنز اند سو اون. طب لو اتعملت عكس كده بالطرق الكواليتيتيف، زي ايه الطرق الكواليتيتيف؟ الاسماء الكبيره المشهوره مثلا يعني ethnographic grounded theory او grounded methodology narrative case study، دي مكونات وأدوات بنجمع بيها qualitative kind للديتا. فبالتالي إما إنها اتجمعت بشكل كمي رقمي أو غير كمي غير رقمي. طيب إحنا بنتكلم هنا على إيه؟ على البرايمري،
ولا على السكندري؟ الحقيقه ممكن يبقى الاثنين، يعني ممكن تبقى اتجمعت بشكل كوانتيتيف وسكندري لانها اتجمعت لريسيرش اخر. ده تعريف السكندري بقى لريسيرش اخر. الله، يبقى احنا كده محتاجين نقسم كل واحده من دول الكوانتيتيف والكواليتيتيف الى النوعين الكبار اللي احنا بقى ممكن نكون اتكلمنا عليهم قبل كده. النوعين الكبار دول هنسميهم ايه؟ هنسميهم تايب سكندري وبرايمري. البرايمري والسكندري اتفقنا عليهم واحنا بنتكلم على الليترتشر ريفيو، دول نوع فرعي من النوع الكبير. النوع الكبير اتفقنا اسمه كايند، النوع الفرعي منه تايب. بيتكلم على ايه تايب؟ بيتكلم على اسمين كبار، برايمري وسكندري، جوه الكوانتيتيف او جوه الكواليتيتيف برضه، يعني ممكن يبقى من الكواليتيتيف او الكوانتيتيف النوعين دول. احنا تركيزنا اكتر دلوقتي هيبقى على الكوانتيتيف وهيبقى شبهه شويه في الكواليتيتيف. فالاكزامبل اللي بنشرحه بالتفصيل دلوقتي اقرب للكوانتيتيف. البرايمري هي الديتا تايب اوف ا كوانتيتيف كايند علشان اجمعها فور ماي اون ريسيرش ديزاين. فلو ماي اون ريسيرش ديزاين ده قال ازاي هجمع، فلو انا بفولو بتبع الريسيرش ديزاين يبقى هي دي البرايمري زي ما اتفقنا سابقا. لو انا بجمع، وعشان كده سميناها جاذرنج اكتر ودي كولكتنج، فلو انا بجاذر سكندري يبقى هي الديتا اللي اتجمعت لريسيرش اخر وعمل لها بروسيسنج وطلع اوتكم او كونكلوجن اسمه اقرب لانفورميشن وبنسميه سكندري. وده مختلف عن البرايمري في ان انا بجيبه في منطقه البروبلم ديفينيشن سواء كان ساينتفك او نون ساينتفك، انما في منطقه الليترتشر ريفيو السكندري طبعا بتكون ساينتفك لانها جايه من ريفيود او بير ريفيود ليترتشر. وده ممكن نراجع فيه الحلقه اللي بتتكلم على الليترتشر ريفيو، كنا فرقنا كويس ايه الفرق ما بين البرايمري والسكندري. بس اذا مش عايزين نتلخبط واحنا بنتكلم على الداتا كولكشن، انه البرايمري والسكندري دول مش سورسز، دول نوع الداتا. في فرق ما بين النوع والمصدر. مثال صغير تاني، ايه الفرق ما بين المياه والانهار؟ المياه دي في منها انواع، فممكن تبقى مياه عذبه ومياه مالحه، انما النهر ده واحد من مصادر المياه، العذبه ولا المالحه اللي نعرفه انها العذبه. كويس، يبقى نفرق ما بين النوع والمصدر. النوع اتركبت ازاي والغرض منها ايه؟ المصدر الاقي النوع ده فين، اجد النوع ده فين. فالسكندري من حيث التركيبه حد تاني ركبها وجمعها وقسمها وطرحها وانتجها، وبالتالي هي انفورميشن. لو كانت بشكل رقمي هتبقى كوانتيتيف كاين. طب مصدر السكندري ده الاقيه فين؟ يعني ما هي مصادر السكندري انفورميشن اوف كوانتيتيف او كواليتيتيف كايند؟ مصادرها اتفقنا عليها، عندنا مصدرين كبار. فعندنا اذا المصادر للسكندري ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ساينتفك او نون او ليس ساينتفك. فاحنا دلوقتي بنتكلم المصدر اللي هنلاقي فيه نوع السكندري سواء كان كوانتيتيف او كواليتيتيف كايند. المصدر والله اما ان يكون مصدر يتبع الاشتراطات العلميه اللي هو ساينتفك، او مصدر لا يتبع الاشتراطات او لا يشترط ان يتبع فيه الاشتراطات العلميه. زي ايه مثلا؟ يعني ايه نون او ليس ساينتفك ويعني ايه ساينتفك؟ احنا فاكرين بقى ساينتفك ده اللي هو ايه؟ مين يقول معايا ساينتفك؟ اتفقنا ساينتفك ده اما ان انت هتبتدي هنا نبتدي الاول معلش بالنون او ليس ساينتفك. النون او ليس ساينتفك يعني ايه؟ يعني نيوز بيبر، ده مصدر، ريبورت، مصادر لانواع من السكندري انفورميشن اوفر كوانتيتيف تايب كايند اوف داتا كولكشن. تاني اهو، ده مصدر ليس او نون ساينتفك لايه؟ لسكندري. فده النيوز بيبر او الريبورت او الكتاب او الويب سايت مصدر سورس اوف سكندري انفورميشن اللي هي تايب من الداتا لكوانتيتيف كايند عشان اجمع داتا فور ماي اون ريسيرش. وده هنجمعه فين؟ في منطقه غالبا هتبقى بروبلم ديفينيشن طالما ليس ساينتفك. طب لو كانت ساينتفك، مصادر الساينتفك دول اشكالهم وانواعهم ايه؟ اتفقنا الحاجه الساينتفك دي اما انها تكون ابلايد، فاكرين، بطريقه الديدكتيف، او ها مين يقول معايا اندكتيف بطريقه الاندكتيف تنتج بيزك. فبالتالي لو انت هنا، لو انت هنا كده، انا ما زلت هنا في الجزء الخاص بالسورسز ل السكندري انفورميشن. لو ساينتفك احنا اتفقنا الساينتفك دي بتتعمل اندكتيف بتنتج بيزك،
deductive بتنتج applied. ايه المنتجات، ايه المخرجات بتاعتها؟ ممكن تبقى dissertation رسالة دكتوراه، thesis رسالة ماجستير، conference paper ورقة علمية في مؤتمر، journal ورقة علمية في جريدة علمية، او البيبر نفسها سواء كانت صدرت او اترجعت او كانت peer reviewed ولا لا. وهنا بنفرق شوية ما بين الببلشد والانببلشد، وكنا اتفقنا عليها في الكواليتي اوف ليترتشر. فممكن تبقى البيبر او الثيسز او الديسرتيشن انببلشد، يعني انا عملت بيبر ولسه ما نشرتهاش، حتى بنسميها وركينج بيبر او نسميها بري برنت، خلاص لسه بتتجهز للنشر انما هي لم تنشر بعد. او الثيسز او الديسرتيشن، خلصت رسالة الماجستير، خلصت رسالة الدكتوراه بتاعتي انما لسه ما نشرتهاش، اترجعت من السادة المراجعين والمشرفين و قبلت انما لم تنشر بعد. ايه يعني ايه تنشر؟ اتفقنا ان في بروسيس اسمها بير ريفيو نروح لها، وبالتالي نطمن انها اتنشرت وتراجعت من اطراف اخرى اوثنتيكيتد او موثقه علميا ومستوى اعلى من الناس اللي اشرفت وادارت هذا العمل العلمي، وبالتالي يصبح عندنا النشر في كونفرنس او جورنال. الخص تاني الجزء ده، يبقى احنا عندنا مصدرين زي المصادر المياه كده، في مصدر ولا يحتاج تحري الدقة العلمية، هو هيحاول يبذل جهد علمي انما مش هيقدر يعمل كل الخطوات العلمية لطبيعة الانتاج ده نفسه ومكانه، فساعتها تبقى احد المسميات دي ويب سايت، كتاب، بوك، ريبورت، نيوز بيبر، ساعتها بنسميها less او non scientific، وده مصدر of secondary type لquantitative kind. طب لو عايز اجيب حاجة علمية، لان اللي فات ده مكانه اكتر problem definition، هجيب حاجة علمية أكتر لأن مكانها في منطقة إيه؟ مكانها في منطقة الـ literature review. يبقى هعمل إيه؟ هشوف dissertation, thesis, conference, journal, paper وغيره من المنتجات العلمية اللي بتراعي الطريقة العلمية، الطرق المشهورة زي الـ inductive والـ deductive بتنتج basic أو applied، علشان أعمل إيه ساعتها؟ عشان أستخدمها كمصدر of secondary type لquantitative kind for collecting data. ودي مكانها أكتر هيكون فين؟ هيكون في منطقة الليتريتشر ريفيو. هنوقف الحلقة هنا ونستكمل الحلقة التالية على طول في الـ sources of primary data. شكرا جزيلا لحضراتكم.